فاش كان تيكون شي مشكل كان تيكون اجتماع تنجيبو اش وقع عبر العالم ونعرفو بانه وزارة الصحة كانت دعات مع جميع الخبراء واحد الاجتماع مع المديرة ديال المديرية ديال التسمم باش عطات الجرد ديال الاستاذة سليماني باش عطات الجرد ديال كاع الاعراض الجانبيه كاملين ها هما 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 بالتفصيل وتنظن بانه تعلمنا ايضا في هذه الجائحه انه خص يكون التواصل وهنا بعدا انا كمواطن وكطبيب لازم نشيد بروح المسؤوليه ديال الصحفيات والصحافين لحقاش ادوا واحد الدور مهم ومهم جدا لحقاش نوصلوا المعلومه الصحيحه الصحيحه للمواطنين وهنا ما يمكن الا نكونوا مفتخرين بالصحفيات والصحافيين المغاربه علاش لحقاش في الدول الاخرى كانوا لي لي فيك نيوز وكان هذاك الشيء وهذوك لي فيك نيوز تيضروا بالعمل ديال الخبراء تعاملنا انه وقع مع الصحافة هل اللي كاين هل اللي وقع هل اللي تيمكن وانه الاعراض الخطيره فهي قليله وقليله جدا هذا هو اللي يجعل انه مشينا في هذه العمليه ديال ديال التلقيح ولكن اللي خصنا نعرفوا بانه نهار خرج اللقاح خرجوا الناس اللي ضد اللقاح لي زونتي فاكس ونعرفوا بانه اللقاح اول هو الجولد ستاندارد ديال الوقايه ولكن ما شرط لك ليه انه عده امراض ما بقيناش تنشوفهم بفضل التلقيح